وهنا مش هنسى ان انا اقول ان جنة مصر هي برضو هي ميه تم معالجتها بمحطات معالجه ثلاثيه متطوره يا دكتور مصطفى. بقول كده ليه؟ عشان الاعلام وهو بيتكلم عن ده هتجد يقول لك انتوا بتعملوا الكلام ده بتجيبوا الميه منين؟ وكأن احنا لا، دي الميه دي بتيجي يا جماعه لم نزد عن استخداماتنا من الميه، واحنا حريصين على ان احنا نستفيد بالميه اللي الحصه بتاعتنا اللي احنا ابدا ان شاء الله يعني محافظين عليها وهنحافظ عليها. حصه مصر من الميه هو اللي احنا بنعمل بيه ده كله، رغم النمو السكاني اللي كانت الحصه دي من 100 سنه هي نفس الحصه بعد دلوقتي. كان 4 مليون ايام محمد علي عدد سكاننا، ودلوقتي بقينا 100 مليون وهي الحصه واحده. فاحنا بنحسن وبنرشد من استخداماتنا للميه. فانا بشكر الجميع وارجو ان الكلام اللي انا قلته لينا واحنا بنتكلم دلوقتي على مدار الوقت كله، اللي انا لما بتكلم على ان مشكلتنا في مصر ومشكله اي مجتمعات في ظل التطور الكبير اللي حصل في الاعلام ومواقع التواصل، ان هو ازاي تحافظ على الوعي، وعي ناسك ومواطنيك، مش عشان تحافظ على نظامك كدوله، مش على نظام. والكلام ده انا بكرره كتير وارجو انه يصل ليكم. انت بتحافظ على بلدك، وانت كاعلامي كراجل بتتكلم على مواقع التواصل انتبه، انت مسؤول، انت اللي بتتكلم فيه ده كله الهدف منه انك تحافظ وتطور. طب اوعى وانت بتعمل ده من غير ما تقصد تلاقي نفسك بتضيع وتدمر، اوعى، هيبقى الذنب في رقبتك ذنب كبير قوي، لانك انت في الاخر بتشكل وعي وفهم قد يكون مش دقيق او مش حقيقي، وبالتالي تحرك الناس في اتجاه مش مظبوط. لما انا يعني انا ما بقلقش لما حد يقول لك ان كيلو الباميه ب 100 جنيه ولا بتاع من الكلام دوت، ما بقلقش، لان المواطنين المصريين اوعى كتير من كده. لكن وانك انت تعمل ده وتتكلم فيه وكانه حاله حكايه، ده مش صحيح. طب حتى لو كان ده الحقيقه ما بقولكش غش ولا زيف، لا، حتى لو كان ده الحقيقه لا، تقول للناس لا. هقول لكم على امر وارجو الناس ما تفهمنيش غلط فيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكه 3 سنوات. في ايه؟ شعاب مكه 3 سنوات. وكان سيدنا جبريل بينزل عليه بالوحي. لا الصحابه ولا التابعين ساعتها قالوا له النبي قول لهم يجيبوا لنا ناكل ولا الميه تتفجر من تحتنا ولا ده ربنا بقى كن فيكون. قعدوا 3 سنين لدرجه ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. احنا مش كده، احنا اصلب من كده، اصلب من كده بكتير. شكرا.